اعلموا إن إخوانكم في السجون وفي مقدمتهم أستاذ عبد الوهاب وأستاذ حسن وإبراهيم شريف إذا كانوا يوافقون على الدخول في هذه الانتخابات بهذه السقوف الموجودة وبدون صلاحيات يفرج عنهم، فهل سيكون إخوانكم في المعتقل يرفضون الخروج وهم المحكومون بالمؤبد على أن يشاركوا في هذه الانتخابات السورية؟ هل ستذهبون لها وأنتم أحرار في الخارج من أجل أن تصوتوا على عبوديتكم وتصوتوا على ذلكم وتصوتوا على سلب حقوقكم؟ هذا موقف إخوانكم، فما هو موقفكم؟